مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة أم إخلاص. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. وصفة اليوم تكون عبارة عن بينيه خفيف سهل واقتصادي اللي كيحمقوا عليه كاع الوليدات. بالنسبة لهذه الوصفة هذه غنحضروها بطريقة مبسطة وبمقادير يعني سهلة ومتوفرة في كل بيت. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. غادي نحتاج هنايا جوج معالق ديال الزيت النباتيه، عندي هنا معلقه صغيره ديال البيكنج باودر او خميره كيماويه، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، وعندي راس معلقه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق. غادي عندي هنايا معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الفاني، تقدروا تنسموا باي حاجه متوفره عندكم سواء الليمون او الحامض. غادي نحتاج كذلك بيضه، وعندي هنا الماء الدافئ باش غادي نجمع العجين. بالنسبه للدقيق هنا خديت نص كيلو ديال الفورص، ممتاز. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ اول حاجه البيضه، غادي نوضعها مباشره فوق الطحين اللي درناه في واحد القصريه اللي غادي نجمعوا فيها الخليط ديالنا. غادي نضيف عليهم الزيت، كذلك غادي نضيف عليهم هاد المكونات، خميره كيماويه، خميره ديال البيت او لا ديال الخبز، زائد الملحه. غادي نضيف سنيده، وغادي نسمهم بمعلقه صغيره ديال السكر فاني لكم الاختيار في التنسيم. غادي نمزج هاد المكونات كامله على هاد الشكل هذا، وغادي نجمعها بالماء الدافئ. اذا العجينه ديالنا من بعد ما دلكناها كتجينا رطبه على هذا الشكل هذا باش يجينا البيني ناجح. غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق وندوزو باش نقطعوها. من بعد ما رتاحت لي العجينه مده 10 دقائق تقريبا، غادي ندوزو في هذه الاثناء هذه باش غادي نبسطوها ان شاء الله. غادي نحتاج هنايا القليل من دقيق الفورص، وغادي نحتاج مدلك طبيعه الحال. بالنسبه للقطعات لكم الاختيار يعني في الشكل ديال البيني اللي بغيتو. هنا غادي نستعمل هاد القطعه الكبيره مع القطعه الصغيره. اذا هنا غنحاول نقسموا العجين على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نبسطها بالمدلك كيف ما كتشوفوا. حاولوا اننا ما نرققوش بزاف.
اذا بعد ما كملت التقطاع ديال الكميه اللي عندي ديال العجينه غادي نخليوها في الادناء حتى كتخمر مزيان وندوزو باش نطيبوها. من بعد ما خمروا لينا لي بينيي على هذا الشكل هذا غادي نحتاج هنا مقله اللي غادي نقلي فيها لي بينيي، غادي نوضع فيها الزيت وغادي نسخنها مزيان فوق البوطه. كذلك عندي هنايا واحد الكميه ديال السنيده اللي غادي نزين بها لي بينيي ديالي. اذا البيني ديالنا من بعد ما كيطيب كيجينا على هذا الشكل هذا، كيجي محمر وكيجي خفيف وكيجي لذيذ بطبيعه الحال. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا الاراء ديالكم كيف ما ديما. بالصحه والراحه والى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.